اهلا بحضراتكم من جديد، وعايزه ابدا كلامي معاكم النهارده بالحدث الاهم والابرز حاليا وفيما يخص طبعا نادي الزمالك وقرارات او بيان وزاره الشباب والرياضه. قررت الوزاره تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير نشاط رياضي ايضا بتولي مهمه اداره نادي الزمالك وتشكيل لجنه منهم مجتمعين لتسيير لشؤون النادي في حين أو لحين أقرب وقت، جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بند لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لدورة انتخابات جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017 على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمال شؤونها في تنفيذ تلك اللوائح والوثائق فيما هو منطبع قانونيا. وقالت وزارة الشباب والرياضة أنها تهيب الجميع عدم الانسياق خلف الأخبار الغير موثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة، وأن المصدر الوحيد التي تصدر عنه ومنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة. يأتي ذلك في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادي الزمالك من إدارة شؤون النادي، وذلك بعدما تولى المسؤولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 و2025 وحتى الآن، وتحمل مسؤوليته الكاملة وعن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسؤوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات. حقيقة واحد من البيانات المهمة جدا جدا حاليا داخل نادي الزمالك، كل الشكر طبعا لوزير الشباب والرياضه لتدخله لحل هذه المشكله داخل نادي الزمالك وتعيين لجنه في الشكل المؤقت لحين وجود انتخابات، وكل التوفيق ايضا لنادي الزمالك، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه يعني تتحل كل ازمات نادي الزمالك لان واحد من اكبر واعرق الانديه طبعا، فان شاء الله كل التوفيق ليهم في الفتره اللي جايه.